الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء الصيام ومن علينا بشهر رمضان وأكرمنا بعيد الفطر المبارك الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه عباد الله أوصيكم ونفسي في هذا اليوم المبارك بتقوى الله تعالى بأداء ما أوجب الله واجتناب ما حرم الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم فإن تقوى الله تعالى هي خير الزاد ليوم المعاد إخوة الإيمان ها هو عيد الفطر يعود إلينا من جديد حاملاً في طياته الخير العميم لمن قام بأداء طاعة الله تعالى ففي هذا العيد يفرح المؤمنون بإتمام طاعة الله تبارك وتعالى راجين الثواب الجزيل منه سبحانه وقد أشار إلى ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إخوة الإيمان فهنيئا لمن قام بأداء الطاعة على أكمل وجه راجياً ثواب الله تبارك وتعالى يقول سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إخوة الإيمان وأذكركم في هذا اليوم المبارك بدفع زكاة الفطر لمن توجبت عليه وهي صاع من غالب قوت البلد في المذهب الشافعي ومقدار ذلك 1650 جراماً من القمح ومن أراد أن يدفع القيمة مالاً فله ذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولكن عنده زكاة الفطر هي نصف صاع من بر أي من قمح أي ما يوازي 1350 جراماً من القمح فإما أن يدفع ذلك وإما أن يدفع قيمة ذلك مالاً أي بالعملة الورقية إخوة الإيمان ولا يصح إخراج زكاة الفطر عن الوالد الغني
إلا بإذنه، وكذا عن الولد البالغ. إخوة الإيمان، ولا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ومن أراد أن يدفع القيمة مالا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقيمة الزكاة ما يقارب 5 دولارات أسترالية. فمن دفع شيئا زائدا فيقول وما زاد فصدقه. كما أوصيكم إخوة الإيمان في هذا اليوم المبارك بصلة الأرحام، والأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالخالات والأخوال وأولادهم، وكالعمات والأعمام وأولادهم. وقد قال النبي العظيم صلوا عليه وسلموا تسليما: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فإياكم أن تقطعوا أرحامكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة مع الأولين من قطع رحمه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الصحابة الكرام، يقول له: إن لي أرحاما أزورهم ولا يزورونني. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. إخوة الإيمان، وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. إخوة الإيمان، ولا تنسوا أن تزوروا من سبقكم إلى دار الإيمان، إلى الآخرة، لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. فزوروا أمواتكم المسلمين، داعين الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياهم. إخوة الإيمان، فافرحوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تعالى هي خير الزاد ليوم المعاد. وافعلوا الخير إخوة الإيمان في هذا اليوم العظيم، لا تقصروا في أداء ما أوجب الله من صلاة وغير ذلك،
ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ليل نهار، فإن ذكر الله تعالى جلاء للقلوب. إخوة الإيمان، ولا تنسوا إخوة لكم في الدين يعانون صنوفاً وأنواعاً من العذاب ومن الظلم والاضطهاد، فادعوا الله تعالى لهم بالنصر والفرج القريب. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر مجلسنا هذا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن أوصانا الدعاء. اللهم لا تجعل لنا في هذه الصبيحة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مهموماً إلا فرجت همه، ولا سائلاً إلا أعطيته من الخير سؤله، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ولإخواننا مختصر ما ذكرنا باللغة الإنجليزية، all praise is due to Allah, and we ask Allah Ta'ala to raise the rank of our Prophet Muhammad and to protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers in Islam, today is a great and glorious day. It is the day of Eid al-Fitr, an occasion of happiness and joy. As Muslims, joy and happiness in this world is felt when we apply all efforts to obey Allah Ta'ala and perform good deeds that gain reward and success in the hereafter. Allah Ta'ala said, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ayah 58 of Surah Yunus means, say, let them rejoice in the bounty of Allah and His mercy. It is better than what they collect. Al-Hasan, the son of Ali, the grandson of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, said, every day in which a person has not disobeyed Allah is a festive day for that person. Dear brothers in Islam, on this day you are more urged to show mercy to one another and to be compassionate to others. Al-Bukhari, may Allah Ta'ala raise his rank, related that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means, he who has no mercy towards others will receive no mercy from Allah. Dear brothers and sisters in Islam, there are endowments that one will not realize their value until they are missed. Having righteous parents is among them, so be benevolent to your parents and never harm them. Remember the saying of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, for one to be accepted by Allah, one should be accepted by his parents. Also, among the meanings of mercy is to keep ties with your kin. Do not say, I will visit only those who visit me. Rather, keep ties with those who do the same with you, as well as those who would not. Another meaning of being merciful is found in what the Prophet sallallahu alaihi wasallam guided his nation to when he said, what means, the one who is not compassionate to our young and is not respectful to our elders is not one who is attributed with our manners. Finally, I remind you to pay the due zakah upon you and your family members before the sunset of this day, and the value of that in money is about $5. If you want to pay extra, consider that as sadaqah. I also urge you to fast the next 6 days of Shawwal, because fasting them encompasses great rewards and benefit. As the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أي كصيام السنة كلها. The meaning of the hadith is the one who fasts Ramadan followed by 6 days of Shawwal as if he fasted the entire year. O Allah, the most merciful,
We ask you by the virtue of this blessed morning not to leave upon us a sin but forgiven, nor to leave among us an ailing person but healed, nor a depressed person but relieved. إخوة الإيمان ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي العظيم إذ قال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا الطاعات اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والركوع والسجود والقيام واجعلنا من عتقائك من النيران اللهم يا ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تقبل الله منا ومنكم الطاعات وكل عام وأنتم بخير